مليحة، لكن تجمع الدفاع، دفاع البنيني بن زرقة يرجع لي بن حملات، بن حملات بن زرقة في هذه المحاولة، يفتح بن زرقة مليحة وأمام قاسي السعيد في هذه المحاولة، وتدخل الدفاع والمخالفة، لا تبقى الكرة لصالح المنتخب الجزائري عن طريق دحلب بن حملات بن زرقة على الجهة اليسرى، وش يدير بن زرقة؟ راح يراوغ يفتح، والركنية الركنية السادسة للمنتخب الوطني. تحلب على الجهة اليمنى من الحارس بيدي، مليحة من دحلب، والهدف الثاني، والهدف الثاني من الزرقاء، هدف ممتاز من بالزرقاء في الدقيقة 30. إذا كانت الركنية ممتازة من فتحة ممتازة، ونفس المحاولة تقريبا كما جعلها الهدف الأول فتحة، والهدف بضربة رأسية ومن زاوية نفس المكان تقريبا. دحلب في التوزيع، يعني زوج كرات، زوج اهداف جاوا بعد زوج كرات ثابته، يعني زوج ركنيات وزوج اهداف. الهدف راح يكتسي اهميه بالغه من زاويه اخرى، الزاويه المقابله، الكاميرا اللي مقابلتنا فيه انطباع. تفضل جمال. بالنسبه مهداوي راهو فرحان جدا، سي مهداوي نصف ساعه زوج اهداف عن طريق زوج فتحات، شكي نكملوا المباراه، الفرحه تكون كامله ان شاء الله. والان يعني راك راضي بالمستوى نتاع الفريق الوطني بالاداء نتاعو؟ مازال عندنا نتسرع، مازال خير قدام، مازال شي المباراه مازال طويله، والانسان ما يتسرعش في الشعور نتاعو، مازال طويله المباراه بن يوسف. وهو كذلك، حيث ما زالت 15 دقيقة قبل نهاية الشوط الثاني هذا، وما زالت 45 دقيقة أخرى، يعني ما زال الوقت طويل يسمح لنا بمشاهدة أهداف أخرى.